في هذه الفقرة طبعا بنقدم صحفية وإعلامية، ودايما كده العنصر النسائي في الرياضة وكرة القدم تحديدا في مصر تحديدا قليل شوية، لأن في المنطقة العربية أو في شمال إفريقيا مش مختلف عن أوروبا، ودايما بيبقى فيه وجهات نظر في هذا الموضوع، لكن في رؤى بتبقى جيدة جدا في إطار مناقشة هذا الأمر، لأن دايما بنشوف أفكار وقضايا وأطروحات إعلامية مميزة من العنصر النسائي لما بيخش في تفاصيل الكورة بشكل خاص. لذلك أنا برحب في هذه الفقرة بالإعلامية والصحفية الأستاذة نورهان طمان الناقدة الرياضية، وبالتأكيد بنسعد بوجودها معانا النهاردة في برنامج الأهلي الليلة. أستاذة نورهان أهلا بيكي، منورة الدنيا. أهلا بيك. إيه الأخبار؟ كله تمام الحمد لله. طبعا أنا بتكلم في جزئية مهمة جدا وهي متعلقة بالعنصر النسائي لما بيكون موجود في العمل الإعلامي وتحديدا في الرياضة وكرة القدم. المنظور ده شايفاه ازاي وتعليق عليه لو عايزه تشرحي للناس؟ بص، هي كرة القدم النسائية يعني شبه مجتمعنا برضه، يعني احنا عندنا مفيش تطور كبير قوي في الموضوع، يمكن الى حد ما حاليا، يعني انا يمكن حضرت شويه تدريبات مثلا لمنتخب مصر تحت 20 سنه من فتره، يعني شويه الاهتمام اصبح موجود بس مش بالقدر الكافي اللي نقدر نقول ان احنا عندنا كره قدم نسائيه بشكل جيد. جزء منها برضو ثقافه، يعني جزء منها ثقافه الناس في الشارع او ثقافه الشعب. عندنا شويه انه البنت بتلعب كوره دي يعني شويه بيبقى فيها شويه هزار، على يعني الناس ما طول الوقت ما بتاخدش موضوع انه البنت او الست على محمل الجد، فطول الوقت بنروح لفكره اللي هو بتتعامل معاها فور فان، يعني مش بشكل جدي قوي. بس يمكن بقالنا شويه بنحاول نهتم وبنحاول نطلع بره دايره انه احنا عشان بس يبقى عندنا اسمنا كره نسائيه، لا يعني موجوده بس يعني محتاجه تطوير اكتر. طيب في نفس الاطار برضو العمل الصحفي، دايما طبعا احنا في المجال من فتره طويله بشوف دايما ان معظم البنات او السيدات اللي بيحبوا يشتغلوا في هذا المجال في اطار الحوادث، في اطار المجتمع، الحاجات دي الرياضه بتبقى نسبه قليله جدا. بص، يمكن انا بقالنا فتره العدد بيزيد، اختلف شويه. يعني بقالنا فتره العدد بيزيد شويه، يوم دايما في تاجيلات وترحيلات لكن ما فيش الغاء. ما هو الامر ده ازاي طبيعي انه مش هيبقى فيه الغاء، لانه في النهايه زي ما قلت لك يعني الموضوع مش مجرد مش لعبه، يعني الموضوع مش مجرد ناس بتلعب، لا هو اقتصاد. ففي في حاجات هتتعارض مع بعض، طبعا هيحصل ده لانه عندنا لاول مره كاس امم اوروبا بتلعب في الصيف، فكاس العالم للانديه يعني هيبقى في ما هيبقى في المسمى الجديد كمان اتاجل لفتره، في النهايه هيبقى في يعني زحمه في الاجنده الدوليه في الكور. دي تتحل ازاي؟ طبعا بقى يعني هم بيبحثوا الفتره دي ان هم ازاي ما يبقاش كل حاجه يعني زي ما بيقولوا دي داخله في بعض، فلا يعني اكيد هيبقى في تنسيق تمام، في امور كتير هيبقى تم مراعاتها بناء على الظروف يعني. طيب 2021 بنتكلم، نبدا مع بعض كده واحده واحده، يناير وفبراير كاس الامم الافريقيه، في الصيف بطوله اليورو، كوبا امريكا اذا تاجلت الدوره الاولمبيه هتبقى بعد البطولتين دول في الصيف اللي جاي، فانت بتتكلمي 2021 ده كل الاحداث التخمه القرويه الكبيره. ده كويس ولا وحش حتى بالنسبه للعمل الصحفي او الناس اللي مهتمه بالاحداث؟ بص، هو اكيد مرهق. يعني اكيد مرهق بس يعني لا طبعا في النهايه الزخم او الاحداث في النهايه افضل بكتير جدا من لما انت تفضل يعني تبقى مش عارف يعني فاهم كل يوم احنا هنعمل يعني الموضوع طبعا بيبقى صعب شويه. انما لا طبعا كل ما البطولات كترت، لا طبعا يعني ده شيء جيد، سواء على المستوى التغطيه او على المشاهد، يعني في النهايه في متعه، احنا قدام متعه غايبه، احنا بقالنا يعني وربنا يعني بقى كام يوم يعني في متعه بالظبط، في متعه غايبه طبعا للناس في البيوت وللمهتمين بالكوره بشكل عام يعني. طيب على المستوى المحلي، توقف البطوله والاهلي كان على القمه، شايفه بعد التوقف محلي. محليا بعد التوقف ده ممكن الفتره الجايه يبقى المشهد ازاي في الكره المصريه؟ تقصد بعد ما يرجعوا يعني؟ بعد ما يرجعوا. بص، هو بشكل كبير الاهلي يعني شبه حسم الدوري، وفي الصراع بقى في المقاولين بيراميدز الزمالك. يعني في النهايه احنا قدام بطل تقريبا شبه حسم البطوله، وفي بقى اللي عايز ياخد مركز افضل، سواء الزمالك يعني اعتاد المركز الثاني، فيعني ما اعتقدش انه هيتخلى عنه بسهوله يعني.
وبيراميدز فريق محترم ومقدم يعني مقدم كرة كويسة جدا حتى في الكونفدرالية، يعني كان محقق رقم كويس جدا. والمقاولين كابتن عماد النحاس برضو مقدم كرة يعني كويسة وبيقدم فنيات عالية. فاحنا قدام بعد ما نرجع من الدوري القمة الى حد كبير محسومة، يعني هنبدا بقى نشوف فيما تحت القمة المنافسة بالظبط، خصوصا انه كمان الزمالك برضو كان بدا يعني يبقى طبعا حقق بطولتين في شهر واحد، فبرضو الازمة دي بالمناسبة برضو بيعاني منها الزمالك، كان في قطر معين ماشي وقف، فيعني اكيد هتأثر شوية. ايقاف المسابقة ضر كل الاندية ولا الاندية بعينها؟ لا ضر كل، بص ايقاف اي مسابقه مستحيل يفيد، يعني صعب قوي يفيد نادي، حتى صعب يفيد نادي يعني حتى يعني اصله هيفيد مين؟ يعني هيفيد المتزايل مثلا؟ ما هو كده متزايل، او هو ما هيرجع يعني مطالب ان هو يعوض. ممكن البعض يقول لك لا التوقف ده او الالغاء ممكن يوفر ان انا مش ههبط، ان ما فيش بطل للدوري. انت تقصد الغاء البطوله كلها ولا يعني التوقف ده اكيد هيأثر لكن فيما بعد لو حصل الغاء. لو حصل الغاء طبعا انا فاكراك بتقولي على التاجيل يعني او على التوقف. لا هو التاجيل يعني فنيا هيأثر على الكل. المسابقه لما ترجع هيبان على المستوى الغاء البطوله طبعا طبعا هتأثر طبعا، لانه في النهايه انت يعني بعد موسم طويل، ما هو ماراثون الدوري ده ماراثون طويل قوي، طويل جدا فيعني بعد كل العذاب ده كله المسابقه تتلغي، لا دي صعبه على فكره على كل الانديه، يعني حتى المتزايلين يعني لانه اكيد ممكن يبقى عنده فرصه ان هو يعني لسه يعني ممكن يبقى عنده فرصه ان هو يعوض يظهر بشكل كويس حتى في دوري، حتى لو هيبقى بس يظهر بشكل كويس. فلا اعتقد الغايه طبعا المسابقه دي مش في مصلحه اي حد خالص يعني. طيب تنفيذ تقنيه الفي ار الفيديو اسيست ريفري في الدوري الفتره الاخيره وهوب فجاه بعد اسبوع واثنين المسابقه توقفت، هل شايفه ان كان يعني من سوء حظ القائمين على اداره الاتحاد او اداره الكره في مصر ان هم طبقوا التقنيه قيس فجاه النشاط توقف وممكن محدش عارف النشاط ممكن يرجع تاني؟ بص هو توقف الجزئيه دي تحديدا توقف البطوله سوء حظ للناس كلها يعني، بس قصه الفار انا لان اتصرف فيها مبالغ كبيره بس وطبعا يعني ده يحسب للاتحاد طبعا جدا، لانه يعني نفذوها في وقت قصير وبشكل كويس وظهر بشكل كويس، ما حصلتش يعني ازمات في المشاهد البسيطه اللي ظهرت فيها. بس طبعا في النهايه ارجع واقول لك احنا بنلف في دايره اقتصاديات كره القدم، ما هي دي جزء من الفلوس او الاموال اللي بتتضخ للكوره او للصناعه، فالفلوس بتتوقف او بيحصل لها هولد، فيعني اكيد طبعا في خساره ماديه كبيره جدا يعني. طيب الاهلي قبل التوقف كنت شايف المستوى الفني في بطوله الدوري نفسها بعيد عن البطوله الافريقيه كان الاهلي وصل لاي مرحله بغض النظر عن النتائج، لان انت كسبان كل الماتشات ما تعادلتش غير اخر مباراه مع سموحه بس. بص الاهلي محليا وصل لمرحله التوهج مع بايلر يعني محليا يعني وصل، انت قلت العنوان الابرز للشكل العام وصل لمرحله التوهج جدا لانه كان بيكسب سكور بيكسب مرتاح ما عندوش مشاكل، بايلر بيعمل روتيشن تقريبا كل ماتش، كل يعني الفرقه تقريبا كل ماتش كان بيعمل روتيشن، ما عندوش الحمد لله ما عندوش ازمه في مراكز معينه، لو في مشكله في لاعب في حاله بيبقى في بديل، الدكه بتنزل وبتثبت نفسها، لا يعني كان واصل لمرحله يعني كبيره فنيه كبيره جدا في على مستوى البطوله المحليه تحديدا. ويمكن التعادل الاخير كان منطقي الى حد ما بعد ستريس كبير قوي على الفريق في جنوب افريقيا، يعني احنا قدام ماتش تقريبا يعني كل الانظار بتتجه ليه، مطالبات بالثأر يعني زي ما بيقولوا، الضغط العصبي نفسه يعني حتى اللعيبه اللي ما لعبتش يعني مباراه سموحه هو استعان بلعيبه كتيره جدا ما كانتش في ماتش جنوب افريقيا، بس ارجع اقول لك انه حتى اللعيبه اللي ما لعبتش كان برضو عليها ستريس كبير. فيعني التعادل كان الى حد ما منطقي يعني، طبعا احنا في النهايه الاهلي دايما ما بيقبلش قوي لو ما بيقبلش قوي فكره التعادل او الخساره يعني، بس ده لازم بكسب يعني احنا الاهلي طبعا في القاموس مفيش حاجه ثانيه غير الفوز خالص، هو الاهلي عودنا ان احنا نكسب بس يعني. فلا يعني احنا قدام مرحله فنيه كبيره جدا ووصل ليها فايلر مع الفريق، واتمنى طبعا انه الفتره اللي جايه او التوقف ده ما ياثرش على ده خالص. طيب بما انك صحفيه وبترصدي الجزئيات دي، الاعلام كان وصل لمرحله كان كل مباراه يقول لك الوجه الحقيقي او التقييم الحقيقي لريني فايلر، وانت من الناس دايما اللي كان موجود في المؤتمرات الصحفيه وبتحب تحاور المدربين الاجانب تحديدا،
اللي شفتيه في فايلر تعليقا على هذه الجزئيه هل تاثر بما يطرحه الاعلام في هذه الجزئيات؟ وعلى المستوى الفني كمان شايفه فايلر بعد الفتره دي كلها، مش بتكلم في مرحله تقييم بس، بتكلم في فكره ان انت اكيد بترصدي المشهد، بتضعيه ازاي في اي اطار؟ بصوا انا يعني عندي تعليق بسيط شويه على تعامل فايلر مع الصحافه، يمكن انا بنحاز شويه لشغل لمهنتي يعني، بس هو الى حد ما يعني ممكن يكون مش بيحب الصحافه قوي يعني. انا هو اللي كان دارس اعلام، بص هو مش بيحب الصحافه يعني باي حال من الاحوال. انا اول لقاء ليا معاه كان في حفله الدرع بتاع تسليم الدرع، فناخد صوره يعني، فيعني صحفيه اللي هو يعني عارف اللي هو كده، فكنت عايز اقول له يعني، قلت له لا يعني الموضوع ابسط من كده، لا اصله الصحفيين واصله بياخدوا الصوره بيعملوا عليها حوار يعني راجل مش في مصر وعارف اللي بيحصل. يعني هو تقريبا حد قايل له المصريين بيعملوا كده، اصل بياخدوا الصوره اكنها صوره شخصيه وهو فاكر ان في حوار اتعمل في حوار بالظبط. فيعني هو شويه يعني نرفز شويه مع الصحفيين يعني، انا حسيت بده في اكتر من لقاء صحفي. يمكن على المستوى الفني عشان هو بيحقق نتائج، فيعني يعني ما بيبقاش متقبل قوي فكره النقد، والصحافه في النهايه نقد، مش اي حد يعني بيعرف يعني بيتقبل بسهوله انه انا انقد سواء بشكل ايجابي او سلبي يعني. بشكل ايجابي او بشكل او بشكل سلبي، لانه بالمناسبه الصحافه دعمت فايلر يعني، الصحافه دعمت فايلر، احنا بنعمل شغل بيدعم فايلر. انت لما تكسب انا ههاجمك ليه؟ يعني ولو خسرت او تعادلت وانت عامل ماتش او جيم كبير او كويس بهاجمك ليه؟ يعني في النهايه في ارقام وفي فنيات هي اللي بتحكم، الظاهر هو اللي هنتعامل يعني، هو اللي الصحفيين بيتعاملوا بيه طول الوقت وفي يعني. النهايه الصحفي بيبقى عايز يوصل لمعلومه، والمدير الفني قدر الامكان بيحاول يقفل على تفاصيل طبعا هي فكره القط والفار طول الوقت، القط والفار طول الوقت بين الصحافه والاجهزه الفنيه طبعا طبعا، دي هتفضل موجوده لحد يعني لحد اخر العمر يعني. طيب الرقم القياسي الريكورد اللي حققه فايلر في 16 مباراه 16 بدون اي خساره، فاضل واحده، كان ناقص له مباراه، فاضل واحده، فاضل التاريخ يعني حب ان يكون هذا الرقم حتى هذه اللحظه يكون الجزية. ملك مانويل جوزيه، عشان اسمه دايما يتردد بين هو الناس. هو التاريخ بيحب مانويل جوزيه، التاريخ بيحب مانويل جوزيه يعني، التاريخ بيحب مانويل جوزيه، وجمهور الاهلي بيحب مانويل جوزيه، وانا بحب مانويل جوزيه، فيعني لا مانويل جوزيه طبعا يعني المدرب الابرز والاكبر في تاريخ النادي الاهلي. الارقام اللي حققها بالمناسبه 17 فوز، ده يعني يمكن من بالنسبه لي انا من اقل الارقام اللي حققها جوزيه حقق حاجات اكبر من كده بكتير. يعني زي مثلا في افريقيا وانت كنت متسيد افريقيا، ما عندكش شك وانت نازل بالسكواد اللي كان معاه ان هو يخسر. وبالمناسبه احنا كنا يعني، يمكن انا كنت اصغر شويه من كده، بس كنت وقتها مش يعني لو خسرنا ماتش مع مانويل جوزيه ما كناش بنزعل، او بنزعل بس عارفين ان اللعيبه عملت اقصى ما عندها. فيعني 2007 مثلا لو تتذكر نهائي النجم الساحلي والعرجون، زعلنا على النهائي وكل حاجه، بس كنا عارفين ان احنا يعني او النادي او الفريق عمل اللي عليه. السنه اللي بعديها رحنا خدنا البطوله بالظبط، فيعني لا طبعا مانويل جوزيه طبعا ده اسطوره يعني. طيب فايلر في المباريات المحليه شايفه ان الاهلي بيحقق الهدف اللي عايز يوصل له وبيحقق اداء في المحل في محليا؟ بس هو يمكن ما اعرفش يعني افريقيا مش على نفس النهج، بس الى حد ما طبعا الحمد لله طبعا على صعود لا طبعا اختلفت. طبعا لا مباراه صن داونز اداها تكتيكيا بشكل كويس جدا، يعني عرف يتعامل مع ظروف انك بتلعب بره ارضك. هو يمكن ارقام الفريق بره ارضه مش احسن حاجه، بس الماتش ده يعني هو تعامل معاه بشكل جيد، وواضح انه كان مركز قوي يعني. طبعا مش هعقد مقارنه مع الشتان في المنافسه والمستوى والاجواء كمان، بس ليه الاعلام ما حطش الاهلي في مقارنه مع ليفربول محليا وقاريا؟ لان ليفربول في المستوى المحلي يعني لغايه السنه دي بتكلم على السنه دي محليا كسبان كل الماتشات فيما عدا الخساره اللي حصلت في الاسبوع اللي قبل الماضي يعني. قاريا كان عنده تعثر في دوري المجموعات، وقيس فجاه خرج مبكرا من اتلتيكو مدريد. بصوا اصله ليفربول حامل اللقب، فانت احنا من 2013 ما انا بتكلم في المستوى والمقارنه ما بين الاداء المحلي والاداء القاري، الليفر عنده نفس الازمه.
وبالمناسبه هو برضو يعني عايز اقول لك حاجه، هو لا يعني يعني انا عايز المعيار اللي عايز احطه بس في المقارنه ان الصحافه ليه ما عملتش ده، يعني 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 اكيد ممكن يكون في ناس تناولته، بس هو في النهايه انت يعني لو بنتكلم على كيرف، يعني انا طول الوقت بشوف ان اي فريق هو مفيش فريق بيفضل يكسب طول مدى الحياه يعني تمام، بس في كيرف معين لما بتوصل له طبيعي شويه ان انت ممكن تنزل تاني. فانا شايفه ان ليفربول حاليا في الكيرف اللي هو بدا يعني معقوله طبعا، لانه يعني بس مباراه الاتليتي اتلتيكو مدريد عمل مباراه كبيره، يمكن غياب اليسون بيكر بس هو اللي فرق، ما هو انت في النهايه انت في النهايه يعني النتيجه اللي بتحكم وقبليها خسران النتيجه اللي بتحكم طبعا ده الصحفي يعني لحد كبير يعني، وقبليها خسران تشيلسي، فيعني لا يعني اعتقد ان ليفربول في في يعني في ورطه بقاله شويه يعني. التوقف ده جه في صالحه؟ لا 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 طبعا، ده بقاله 30 سنه ما خدش دوري وكان متصدر الدوري، لا طبعا لا طبعا يعني ما حدش يعني لسه الحسبه بقى بتاعت التوقف ده يعني بتاعت الدوري الانجليزي فلسه يعني. لسه مش واضحه مش واضحه في المعالي. طب التصريحات اللي رصدتيها في الفتره الاخيره في موضوع توقف الدوريات في اوروبا، ايه ابرز تصريح انت يعني توقفت قدامه شويه؟ ابرز تصريح لسه كنت ابرز تصريح لرئيس وزراء، بس ده مش انت بتتكلم على الكوره صح كده، سواء كوره او بره الكوره لا يعني لو كان رئيس وزراء اليابان قال انه احنا مفيش تاجيل تاني يوم مفيش تاجيل للبطوله ومحدش يتكلم عن تاجيل، رئيس اتحاد الكوره جاله كورونا فيعني تصريح يعني اترد عليه الهيا يعني الهيا عند ربنا طيب يورجن كلوب في طريق احنا بنتكلم على التصريحات الصحفيه، لما بعض الصحفيين سالوه فكره فيروس كورونا قال لهم يا جماعه انا مدرب انا بتاع كوره بتسالوني في حاجات في تفاصيل كتيره، هل شايفه انت من اللوجيك ان ممكن حتى مدربين الكوره او لعيبه الكوره ممكن يتسالوا في هذه الملفات او في هذه الموضوعات؟ بص هو طبيعي لانه انت في النهايه ما هو انت جوه الدايره دي، انت عندك لعيبه وانت عندك تدريبات وقفت وعندك ماتشات وقفت، فانت يعني انا كنت من قريب يعني كنا عاملين كلمت احد الاطباء يعني فيما يخص كورونا والتعامل معاها في التدريبات، مثلا بيبقى عندك استشارات طبيه في انه لا اللعيب ما ينفعش يلعب ما ينفعش يتدرب ويبقى هو لابس كمامه، في حاجات طبيه اكيد هو طبعا يعني تناولها، بس يعني يمكن هو يعني كان زهقان فقال لهم انا ماليش دعوه مثلا او حاجه، انما لا طبعا في النهايه لا هو جوه المنظومه جوه الموضوع طبعا. طيب في اسماء جديده ظهرت في الدوري المصري السنه دي على مستوى المدربين، تقدري تقولي ابرزهم عماد النحاس ولا في كذا اسم تاني؟ لا ابرزهم عماد النحاس، مفيش كذا اسم ابرزهم عماد النحاس لانه يعني يمكن كابتن ايهاب جلال برضو كان في وقت فات كان افضل يعني انت قصدك اسم تم تداوله قبل كده؟ لا يعني حاليا حاليا هو الافضل في رايي هو كابتن عماد، اسم صاعد واسم جديد لا وكابتن عماد كمان بيقدم كوره كويسه وبيعمل نتائج كويسه يعني يعني كوره ونتائج يعني هو محقق الاداء في الملعب ومحقق نتائج كويسه بالظبط. طيب من سوء حظ المقاولين اللي حصل في الدوري ده شويه لانه يعني ده المقاولين وهو بيلعب مع الاهلي كان صراع صراع القمه بالظبط يعني طبعا عندنا احنا طبعا كان عندنا المقصه في وقت من الاوقات كان الوصيف الدوري المصري شكله بدا يتغير شويه يعني في المركز الثاني طبعا احنا متفقين على ده طبعا اول الحلقه طبعا المركز الاول عارف مكانه لا خلاص دي مفروغ منها يمين. لكن المركز الثاني دايما كده تلاقي فيه مفاجآت او فيه تعديلات وفي الهبوط وفي الهبوط برضه يعني بس الهبوط الفتره الاخيره الانديه اللي بتصعد دايما هي اللي بتنزل، ممكن واحد منهم يعدي لكن الباقي اللي بيطلع بينزل بسرعه، بيبقى جزء منه نقص خبرات بيبقى جزء منه نقص ماديات يعني في امور كتير قوي بتحكم بقاء الفريق في البطوله يعني. طب ظاهره المدربين الاجانب مين لفت انتباهك او وجهه نظرك شايفه ان المدرب الاجنبي السنه دي فعلا عمل اضافه في الدوري المصري؟ بص باتريس كارتيرون الى حد كبير هو مدرب كويس وعنده كوره كويسه وبيعرف يتعامل مع كل ماتش بظروفه، يعني لو جينا تحديدا مثلا ماتش السوبر اللي كان في الدوحه السوبر اللي هو بتاع الترجي لا لعبوا تقريبا ده من افضل الماتشات اللي الزمالك لعبها اخر مثلا 5 سنين، فباتريس كارتيرون بيقدم كوره كويسه وطبعا يعني حظ معاهم شويه في ماتشين السوبر يعني
وتكافئ ببطولتين. فيعني باتريس كاترون من الاسماء الجيده فعلا الفتره الاخيره يعني. طيب لو هنتقل للحديث بقى عن دوري ابطال افريقيا، طبعا كنت بتكلم في اكتر من محور واكتر من فقره على فكره المواعيد ممكن تتغير تتعدل، لسه هنشوف الفتره الجايه، لكن من سوء حظنا الاحداث اللي حصلت دي، لان اكيد هيكون لها تاثير على المواجهات القويه اللي جايه، الاهلي والوداد والزمالك والرجاء. بص الاهلي الوداد تحديدا من يعني انا ما كنتش اتمنى ان اقابل الوداد. الفريق بطل الفريق الكل انا عكسكم خالص في الموضوع ده على فكره. ليه؟ برضه ليه؟ اه طيب اولا الوداد حاليا مش بنفس قوه المواسم الماضيه. تمام. الوداد حاليا مغير نص التيم. دي نقطة، النقطة الثانية أبرز اثنين لعيبة في فريق الوداد مش موجودين في التشكيلة الأساسية. تمام. تمام؟ أبرزهم طبعًا أشرف داري وصلاح الدين سعيدي، ودي العناصر الخبرة اللي موجودة في الوداد. دي حاجة تانية، الحاجة الثالثة فريق الوداد الفترة الأخيرة خرج من البطولة العربية، نتائجه في البطولة الإفريقية أمام صن داونز كانت صادمة، اتغير ثلاث أجهزة فنية في الفريق. ففريق الوداد السنة دي على المستوى الفني مش هو الوداد بتاع السنتين الثلاثة اللي فاتوا. تمام. زي الترجي مثلا. زي الترجي، فالترجي كان الوداد في مباراته مع الأهلي، مش بقول ده كده عشان أقصد حدث على مدار البطولة، فالوداد بنفس مستوى الترجي، مش هو الوداد بتاع الموسم الماضي في الفاينل الموسم الماضي. هقول لك أنا بقى التخوف منين؟ التخوف من الكاف. لا خالص اطلاقا، ده بالعكس. يعني معظم الناس اللي طب قولي المعلومات اللي عندك عشان لا بص هي مش معلومة بقدر ما هي إحساس. يعني تحليل الواقع شويه يعني هو يعني في اقاويل كتير حوالين فكره ان هو يعني فكره التعويض عن البطوله اللي فاتت، بس يعني برضو خلينا موضوعيين. ده مش بالضروره انه يكون حاصل او مش بالضروره ان هو يكون يعني زي ما بيقولوا كده لا خالص، بس يعني عاطفيا شويه يعني انا خايفه شويه من فكره العاطفه تجاه الوداد يعني. بس كل ما تصدر على السوشيال ميديا كان بعيد عن الواقع بنسبه 100%. ما هو انا رجعت قلت لك ايه، هو منطقيا اللي انا بقوله لك يعني بالورقه والقلم مش ممكن ما يبقاش موجود على الارض، بس انا بقول لك عاطفيا يعني في تخوفات بس من انه يبقى في تعاطفات مع تعاطف معاهم يعني. أنا خلاص انت بتاكد يعني النهارده كام؟ النهارده كام في الشهر؟ النهارده 17 مارس، بعد 72 ساعه في جلسه في المحكمه الرياضيه في سويسرا، الوداد مكمل في قضيته مع الاتحاد الافريقي وشاكل الاتحاد الافريقي في قضيه نهائي العام الماضي. ففي اللوجيك كده وفي العقل، انت لو لسه عندك قضيه مع المؤسسه القاريه اللي بتدير المسابقه هتعاطف معاك ازاي؟ ده انا داخل في قضيه مباشره معاك عشان استرجع البطوله الماضيه. رفضوا استلام الميداليات. انا مش بدفاع عن الوداد، بس احنا بيننا الاعلام الرسمي للاهلي فلازم نحترم الجميع ونقدم المعلومه الصح. طبعا طبعا طبعا. لا انا بقول لك ده مش معلومه. أنا فاهم اطلاقا. أنا فاهم. بس كويس انت فتحت الموضوع عشان السوشيال ميديا الناس تبقى بس للاسف ممكن قناه زميل او حد اعلامي زميل يطلع يقول الاحساس مثلا في نقطه معينه فيعمل اعلام مضاد في المغرب فالناس تبقى زعلانه جدا. لا هو الاعلام الرسمي بتاع النادي الاهلي بيتكلم في اطار احترام كل الانديه. طبعا. الوداد طبعا. والرجاء والزمالك كل الانديه، لكن الوداد ما زال حتى هذه اللحظه في قضيه وفي صراع مع الاتحاد الافريقي. ارجع اقول لك اتمنى طبعا لو الكفا يتعاطف مع الوداد، طب ما الرجاء موجود، فين الاتحاد المغربي وقتها؟ بس ساعتها اللون كله هيكون الاتحاد المغربي. بص هو يعني هي وجهه نظر في النهايه، وانا ارجع يعني انا باكد على كلامك انه طبعا ده مش مش توجه يعني بما اننا على شاشه قناه الاهلي. مزبوط. طبعا ده مش توجه، ده تحليلي شخصي واحساسي. احساسك كمان الشخصي اللي انت بتسمعيه وبتشوفيه واحساسك كمان. يعني انه انا مش حابه قوي فكره انه انا العب قدام فريق كانت ظلم، فيعني فابدا انا يبقى عندي طول الوقت حافز او يعني متحفزه قوي لاي قرار او اي سفاره. فيعني موضوع فرصه. طيب انا كسبت صن داونز اللي خد طلعني البطوله الماضيه، عايز اكسب الوداد اللي خد مني 2017، كنت اتمنى اتفرج عليه في النهائي. مثلا تخيل انت فايلر بول وانا كل ما الاعب فريق طار يعني ده. تمام. نورهان كلمه اخيره تحب تختمي بيها حوارك. اتمنى يعني كل التوفيق للفريق النادي الاهلي ان شاء الله بعد العوده من الاجازه الطويله دي، اللي ان شاء الله ما تبقاش طويله يعني. طويله باذن الله، عايزين نشتغل وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نحتفل بالبطوله الافريقيه باذن الله يعني. باذن الله. بشكرك بجد على الحوار، والمفاهيم اختلفت عند الجماهير اكيد، ان العنصر النسائي لما بيتكلم في الكوره بيبقى فاهم كويس جدا، بالذات لما بتكون بيمتهن هذه المهنه وهذه الحرفه، مهنه الصحافه في الكوره تحديدا او الرياضه، تبقى حاجه كويسه. وعايزين نبقى موجودين على نفس شكلة الاعلام والصحافه في المغرب وفي تونس وفي اوروبا، ان يكون عندنا راي وراي اخر، رجال وسيدات بيتكلموا. اتمنى ان هم يكونوا شافوا انه لا حاجه مميزه، وبالتوفيق ليك يا رب، وان شاء الله اللي جاي هيكون احسن وافضل ليك باذن الله. شكرا جزيلا. حلقة النهارده كانت فيها تفاصيل كثيره وكانت فيها موضوعات مهمه، وقدر الامكان بنحاول نكون على قدر الحدث
في الاحداث اللي احنا بنتعايش فيها في الفتره الحاليه، سواء محليا في مصر، قاريا مع الاتحاد الافريقي، دوليا مع اللجنه الاولمبيه والاتحادات الاوروبيه، لان الكل في خلال هذه الفتره بيتعايش مع فكره مدى تاثير فيروس كورونا على الاحداث الرياضيه وعلى كره القدم بشكل خاص. اللي جاي ان شاء الله باذن الله نتمنى يكون الافضل، لان بالتاكيد الفتره الجايه الكل بيتحسس كده وبيشوف لحظه بلحظه ايه الجديد، لكن ان شاء الله باذن الله نتفائل باللي جاي، والدور المجتمعي اللي باكد عليه لنجوم الرياضه والكوره تحديدا لازم يقوموا بيه في هذه اللحظات لتدعيم الدوله في التدابير الاحترازيه اللي اتخذت بخصوص الحد من انتشار فيروس كورونا. ده شيء مهم جدا من نجوم الكوره ونجوم الرياضه المصريه في الفتره الجايه لتوعيه الشعب المصري خلال الساعات اللي جايه. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، ونلتقي على خير ان شاء الله في حلقات اخرى قادمه من برنامج الاهلي الليله. شكرا والى اللقاء.